أسعدنا بلقياكم مشاهدينا الكرام، ونسلم عليكم بتحية الإسلام. السلام عليكم. في هذه الحلقة من برنامجكم نور وبصائر سنتحدث عن الأسرة والمجتمع، يعني الأسرة ودورها في بناء المجتمع باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع، وتقوم الأسرة المسلمة على ثوابت صحيحة. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، صدق الله العظيم. فتقوم الأسرة المسلمة على المودة والمحبة والرحمة من أجل بناء مجتمع مسلم متماسك وصالح. في هذه الحلقة نستضيف الدكتورة حنان الحداد، خريجة دار الحديث الحسنية، أستاذة مادة السيرة النبوية بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات سابقا، تشغل حاليا منصب رئيسة شعبة شؤون المرأة وقضايا الأسرة بالمجلس العلمي الأعلى. طبعا هذه الشعبة هي تترأس كل الخليات يعني الموجودة بشتى يعني المجالس العلمية الموجودة في شتى أنحاء المملكة، اللي العدد ديالها تقريبا 83 مجلس علمي. أهلا بك أستاذة الكريمة. مرحبا أستاذة الفضيلة. يعني اختياركم جاء في المكان المناسب وفي الموضوع المناسب، هو موضوع الأسرة وقضايا الأسرة والطفل وطبعا والمرأة. أستاذة الكريمة، أول حاجة كيفاش أعطى الإسلام أولوية للأسرة بصفتها اللبنة الأولى للمجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موضوع الأسرة هو موضوع ذو شجون. قبل أن نتكلم عن الأسس التي تقوم عليها الأسرة في الإسلام، لا بد وأن نسلط الضوء على مفهوم الأسرة. الأسرة من حيث اللغة، من يبحث في المعاجم اللغوية سيجد أن الأسرة تنحدر من الجدر اللغوي أسرة، وهو معنى يدل على الإمساك والقيد. أسرة يأسره أسرا وإثارة، هو بمعنى شده بالإثار، والإثار هو القيد. وفي القرآن الكريم تأتي معنى أسر، منه الأسير في قوله تعالى: نحن خلقناكم وشددنا أسرهم، أي شددنا خلقهم وأحكمناه. كذلك تأتي الأسرة بمعنى الدرع الحصينة، أي كأنها تحمي أفرادها داخل حصنها المنيع. أما من حيث الأسس والدعائم التي تقوم عليها الأسرة في الإسلام، فالمعروف أن الأسرة هي اللبنة الأولى التي تقوم عليها المجتمعات وتقوم عليها الأمة الإسلامية بصفة عامة والأمة بصفة عامة. ولذلك نجد أن الإسلام حرص حرصا شديدا على إيلاء عناية كبيرة للأسرة، وجعل قيامها قياما شرعيا متينا. فكان الزواج هو الأصل الذي ترسو عليه قيام الأسر داخل المجتمع. ولذلك نجد أن الأسرة في الإسلام سماها الإسلام بالميثاق الغليظ، على الزواج سماه الميثاق الغليظ. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فبهذا الميثاق الغليظ وبهذا الرباط المقدس يكون الزواج بين الرجل، عهد بين الرجل والمرأة، يعمل كل واحد منهما لتحقيق السكن بين أفراده. هذا السكن هو سكينة النفس وطمأنينتها واستقرارها. السكن هو الحماية والأمن والسلام، كما صرحت به الآية وأكدته: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أي أن هذا السكن لا يتحقق إلا بالمودة والرحمة. ونجد في كتب التفسير يعني معاني لهذه المودة والرحمة. فابن عباس رضي الله عنه يقول: المودة هي حب الرجل لزوجته، والرحمة هي شفقته عليها من أن يصيبها سوء أو مكروه. والعكس صحيح. والعكس صحيح طبعا. ولهذا نجد أن الزواج في الإسلام له قدسية كبيرة، ولذلك نجد الإسلام رغب
في الزواج. فقد ففي كتب السنة نجد أن الإمام البخاري ومسلم أخرجا في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أن ثلاثة رهط جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقلوها أي رأوها قليلا. قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل يعني أقوم الليل أبدا. وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال ثالثهم أنا أعتزل النساء أتزوج أبدا. فبلغ خبرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم جاء عندهم فقال له أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذه دعوة صريحة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على أن الزواج هو من سنن الأنبياء والمرسلين، وأن من رغب عنه فهو ليس منا. نعم، بالنسبة للزواج الحمد لله ولحسن الحظ أن الزواج سنة في الإسلام والرغبة فيه، فكان بذلك هذه اللبنة ديال الأسر تكون نسيج المجتمع المسلم، إلا أن هذه المودة والرحمة أصبحت تعطل ومع الأسف. ولعلكم يعني تتشوفوا هذه المسألة هذه يعني المحاكم الأسرة كيفاش أنها ملآنة بدعاوي المحكمة من قبل إما تطلق من أجل الشقاق أو تطلق لأن هناك عنف أو ضرر أو هناك كذلك جفاء وبعد الزوج عن زوجته أو أمور كثيرة. ولعل أن الدور ديالكم أستاذتي الكريمة ونحن ندخلوا يعني في الميدان وأنك تشرفين على خلايا قضايا الأسرة والطفل في مختلف جهات المملكة في المجالس العلمية، شنو دور خلية المرأة والطفل أو ما يسمى بخلية الأسرة فهذه المسألة ديال النزاعات وربما الصلح بين الأزواج إلى المحكمة الأسرة بغات أنهم يراجعوا أنفسهم قبل من ما تحدث مسألة ديال الطلاق خصوصا إذا كانوا أبناء أطفال؟ طبعا الكل يعرف أن المغرب شهد الحقل الديني بالمغرب شهد سنة 2004 عند إعادة هيكلته شهد إشراك المرأة المغربية في المؤسسة العلمية لأول مرة بأمر ملكي سامي، وطبعا هذا راجع للكفاءة العلمية ولقدرتها المعرفية تم هذا الاختيار، وهذه الثقة لا يوازيها بالطبع إلا انخراط المرأة العالمة الكامل في المؤسسة العلمية واضطلاعها بمهمة التأطير الديني وفي أنحاء المملكة والقيام بهذه الأمانة والعمل الدؤوب على تأديتها على أحسن وجه. ولا ننكر أن دخول المرأة العالمة للمؤسسة العلمية كان فاتحة خير ويمن على المجتمع المغربي، إذ انخرطت المرأة العالمة بكل جوارحها في المجتمع المغربي وانخرطت في إصلاح الأسرة بكل مكوناتها، لامستها اقتربت منها وتغلغلت في قلبها ولامست مشاكلها وانشغالاتها واحتياجاتها. طبعا عمل المؤطرة الدينية بصفة عامة ويدخل فيها سواء العالمة أو الواعظة أو محفظة القرآن الكريم أو مؤطرة محو الأمية أو المرشدة، كل هذه الكفاءات تعمل جاهدة خلال السنة كلها وفي كل مجالات التدخل تعمل لصالح الأسرة بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كيف ذلك؟ يعني عن طريق الوسائل التي تتخذها لمعالجة مشاكل الأسرة، يعني بدءا من الوعظ والإرشاد إلى تحفيظ القرآن الكريم، المحاضرات، الندوات، الأيام الدراسية، المواعيد المستديرة. طبعا مثلا بالنزاعات اللي تتوقع ما بين الأزواج. نعم. وتلتجئوا في بعض الأحيان إلى المجالس العلمية من أجل الصلح. نعم. حيث كاين واحد الشراكة، أظن بأن هناك شراكة بين محاكم الأسرة.
وهذه نعم. المسألة هذه المسألة نعود فيها إلى مدونة الأسرة. نعم. في وقت من الأوقات انخرطت الخلايا النسائية بالمجالس العلمية المحلية انخرطا تاما في تبصير الناس بمضامين مدونة الأسرة وتعريفهم بالحقوق والواجبات التي ينبغي على كل واحد منهم معرفتها. فكان لذلك نعبأت نفسها وانخرطت انخراطا تاما في تبصير المرأة بهذه الحقوق وبهذه الواجبات ومدونة الأسرة. نعم. فكانت القوافل التنويرية سواء في المدن أو في المؤسسة التعليمية في الحرم الجامعي في القرى من خلال هذه القوافل. يعني بالنسبة للمخرج نطلبوا منه أن هذا الكتيب موجود في جميع المكتبات مدونة الأسرة هو أحدث ما كان بالنسبة القوانين اللي هي تسنت فيما يتعلق ب يعني علاقة الرجل بالمرأة، علاقة المرأة بالرجل والأولاد وكذا، يعني فيما يتعلق مدونة الأسرة فقط التفاتة من هنا وهي موجودة يعني في المكتبات كاملين. نعم. فكانت يعني من خلال هذا الاحتكاك بالمجتمع تمكن لها أن هناك جهل بمضامين هذه المدونة وهناك جهل بالحقوق والواجبات، فكانت أن اجتهدت الخلايا النسائية في يعني أن هؤلاء الأعضاء الذين يخرجون يكونوا من المحامين من القضاة كانوا يخرجون في قوافل لتبصير الناس بهذه المدونة. أكثر من ذلك كان هناك تنسيق بين المجالس العلمية المحلية وبين أقسام قضاء الأسرة ممتاز. لمعرفة ما هي المشاكل التي تهدد كيان الأسرة وتفرق هذا الشمل وهذا الشتات. فكانت أن أنشئت مراكز للاستماع على مستوى المجالس العلمية المحلية سواء في مقرتها أو سواء في المحاكم أو سواء في المؤسسة التعليمية. كانت هذه المراكز وسيلة لمعرفة المشاكل التي يعاني منها الأزواج وكانوا يحاولون إيجاد أنجع الطرق لحل هذه المشاكل. وأكثر من ذلك لم تقتصر هذه المراكز على مصالحة الأزواج فحسب، بل حتى الأبناء والآباء، حتى التلاميذ والمعلمين، حتى التجار والقبائل، أمور أخرى. أمر آخر قامت به الخلايا النسائية وهو تنظيم دورات للمقبلين على الزواج إرشادية توجيهية حتى تتفادى، يعني لا يمكن للأسرة أن تتزوج إلا بعد أن تأتي إلى المجلس العلمي وتكون لها توعية دينية نفسية قانونية طبية، بل أكثر من ذلك تبقى المجالس العلمية مصاحبة لهذه الأسر سواء لسنة أو سنتين، يعني هذه الأسر تصبح أسر للمجالس العلمية المحلية. إذا نشكرك من جديد أستاذة الكريمة وعلى هذا كان عندك مشاغل كثيرة وجيتي وعطيتينا هذا الوقت باش نفيد أستاذة المشاهدين الكرام. إذا أحبابي المشاهدين الكرام نشكركم على حسن إصغائكم، نتمنى ألقاكم في حلقة قادمة بحول الله. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. إلى لقاء قريب.